الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، نورنا بالشرائع والأحكام وفضلنا على سائر الأمم والأنام بشريعة الإسلام. أحمده سبحانه على فضله الخاص والعام، وأصلي وأسلم على القدوة والإمام، خير من صلى وزكى وجاهد وصام وقام، وعلى آله وأصحابه البررة الكرام ومن على شرعه مستقام. عباد الله، إن شرائع الإسلام استوعبت شتى جوانب الحياة وشؤونها، فجاءت فيها بكل أمر رشيد وسديد. وإن أمة الإسلام هي الأمة الخاتمة، فأكرمها الله عز وجل بالشرعة الخاتمة وبالكتاب الخالد الخاتم وبالسنن والشرائع التي تكفي لقيادة الناس في كل زمان ومكان. وإن أمة يراد ويناط بها أن تكون صالحة رائدة قائدة في جميع شؤون الحياة للبشرية، وأن تقدم القدوة والنموذج والمثال للعالم، لهي أمة جديرة بأن يكون كتابها وأن تكون قيمها وأن تكون أخلاقها مميزة. وهذا هو الحاصل، غير أن الكتاب مميز والأمة غير مميزة، غير أن السنن والشرائع والأحكام والحكمة والأسرار بديعة تتناول توجيهات الشريعة وأحكام الإسلام وتتدخل في دقيق الأمور وفي جليل الأمور، وتتدخل في قضايا الأفراد وفي قضايا مجموع الأمة لأجل أن تأتي بأمة تقدم للناس. لكن الخلل في الأمة الإسلامية التي خالفت شرعها وخالفت دينها وخالفت أحكام إسلامها، فهي لا تأخذ من الأحكام والإسلام إلا الشعائر التعبدية المحضة التي تشبع رغبة المسلم ليحس أنه مسلم فقط، يصوم رمضان إذا جاء ويتبع بست من شوال بعد ذلك، يحج إن استطاع، ويكثر عدد العمار والمعتمرين في كل عام والعالم الإسلامي يعج بهم، وقامت وزارات للأوقاف والإرشاد وهيئات للحج والعمرة ووكالات للسفر والسياحة من أجل أن يذهب الناس والمعتمرون إلى بيت الله الحرام، وهذا طيب. ثم هي أمة تصلي وتكتظ المساجد بالمصلين، ولكن أثر هذا في السلوك العام، في الشارع العام، في الطريق العام، في حياة الناس العامة، في دواوين الدولة، في دوائر الحكم، في خلال الممارسة الراشدة للحياة، في النزاهة، في العفة، في سلامة اليد، في البعد عن الرشوة، في البعد عن السرقة واختلاسات المال العام، في التعامل الراقي في الطرقات والشوارع مع الناس، في الأدب الجم، في السلوك الرفيع. ذلك قد يوجد في بلاد الغرب وفي بلاد الكفار أكثر من وجوده في بلاد المسلمين، وليس السبب أن دينهم أفضل، هم الذين أخذوا من ديننا ما يصلحهم وتركوا بقية الأشياء، وأخذنا من حضارتهم النتن والقبيح، الرقص والغناء والكرة والتشجيع، تشجيع الكرة وآلات الطرب والتمايل والرقص والزي الفاضح وتصفيف الشعر وإلى غير ذلك من الأمور الساقطة، فأخذوا أفضل ما عندنا وأخذنا أسوأ ما عندهم، وبالتالي اضطرب حال الأمة أيام اضطراب. إن الشارع العام هو عنوان التحضر الحقيقي لأمة من الأمم. إذا أردت أن تحكم على أمة من الأمم فعامل الناس في الطرقات من خلال كلمات المجاملة والسلام والتحية والتعامل
والإيثار واحترام النظام والوقوف في الصف دون أن يتجاوز، ورفض الواسطة، وأن تأخذ حقك بكفاءتك وبشهاداتك دون أن تأتي بتزكية من أحد وإن كان رئيسا للوزراء، ودون أن تأتي بورقة من أحد وإن كان مقدما في الدولة. أن يتساوى الناس أمام القانون ويقفوا أمام القانون، أن يتساوى الناس في هذه المجالات، هذا ضعيف في حياة الناس. وبالتالي يمكن أن يحكم على أمة الإسلام لا على شريعة الإسلام بأنها أمة متخلفة في مجالات الحياة. الكسل يملأ صدور الناس، القليل من الناس هو الذي يعمل. تجد الأسرة الواحدة تعتمد على مغترب واحد يغترب السنين، والبقية عطالة، إخوانه وأخواته وكلهم عالة عليه. الذي يعمل واحد، وإن أردت إنجاز كبري يكتب يافطة كبيرة، ينجز هذا الجسر في خلال سنة، فإذا بالثلاث سنوات والكبري في مكانه. تجد الناس يحفرون شارع الطريق لأن الماء تفجر، ويؤتى بالعمال وتأتي المحلية وتأتي الجهات المسؤولة، ويقف الشارع متعطلا حتى يدخل الناس عبر الأحياء وفي الأزقة وفي الطرقات المختلفة شهور وشهور، والأمر لا يحتاج إصلاحه إلى ساعات. أين الخلل في الأمة؟ أفي كتابها الفريد؟ أفي سنتها الطاهرة التي قدست القيم؟ والإسلام أهم ما فيه أنه قدس الإنسان قبل كل شيء، وجعل محور التغيير وأساس النهضة ومنطلق الإصلاح والتنمية كل ذلك على الإنسان، وركز في الإنسان على أخلاقه، على نزاهته، على سلامة ضميره، على نقاء صدره، على حسن معرفته، على احترامه للآخرين في الحقوق وفي الواجبات. هذه مقدمة طويلة لأتحدث عن جانب واحد من جوانب عظمة الإسلام الذي تتجلى فيه أحكام الإسلام وآداب الإسلام في قضية واحدة بسيطة صغيرة، ولكنها في الحقيقة كبيرة، لأنها تدل على أنموذج الإنسان في البلد المعين، تدل على أنموذج الناس وهم يتعاملون على رقيهم، وهم يخلعون نعالهم ويلبسونها بطريقة معينة مهذبة. الإسلام جاء بالأحكام الراقية كما سوف نعرف بعد قليل. إن من مظاهر العظمة في هذا الدين الذي تتجلى فيه عظمة الإسلام واستبحاره في شؤون الحياة وتنظيم أمور المجتمع وسياسة الإنسان وقيادة البشرية وإلى غير ذلك من المعاني الراقية الجليلة، حق الطريق في الإسلام وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. في الطريق العام حتى المشي عنوان للمسلم، إذا مشى بصفة معينة قرآنية، يمشون على الأرض هونا بغير تصنع ولا تكلف، لا يمشي كما كان أسوتنا وقدوتنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا وأستاذنا الأول يمشي صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يمشي يتكفأ تكفؤا، أي يمشي بسرعة، ولكنها ليست سرعة وخفة الجاهلين، ولا يمشي مشية المتكبرين، إنه يمشي بتوازن. وإن هذا المشي يدل على شخصية متزنة مطمئنة ساكنة واثقة في نفسها. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هذه الممارسات مرفوضة في إسلامنا. وبالتالي وإذا مروا باللغو مروا كراما، وعباد الرحمن الذين يمشون هم صفوة البشر، مش مشيتهم على الأرض، يمشون بأدب
وباحترام، لأن الطريق له آدابه وله أحكامه وله توجيهاته. فإذا مشى في أرض عامة يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، قالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. لا يجهلون ولا يقولون كما قال الجاهلون ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا بغاة ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين ونجهل فوق جهل الجاهلين. إذا بلغ الفطام لنا صبيا تخر له الجبابر ساجدين. الإسلام لم يأتي بهذه النزعة العنصرية ولا بهذه الجاهلية الرعناء التي تحتقر وتهضم حقوق الآخرين. إن الإسلام جاء ويمشون على الأرض هونا، هونا بالهوينا، يمشون الهوينا، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى أسرع إسراعا ما أحسنه وما أسكنه في سكينة وفي طمأنينة دال على الجدية. جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ لمسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: ما لنا بد من مجالسنا. قال: فإن كان لا بد لكم من المجلس فأعطوا الطريق حقه. الطريق العام هذا له حقوق. قال: وما حق الطريق؟ قال عليه الصلاة والسلام: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مما لا شك فيه، وهذا يدل على رقي أحكام الإسلام، الجلوس في الطرقات لا يحبذ، ومن جلس فليجلس بطريقة إيجابية. وإنك لترى مظاهر الخلل في الطرقات واضحة، وأول ذلك الشباب الذين يجلسون أمام البقالات وأمام أماكن الاتصالات وأمام البنشر، يجلسون لأن الذي يبيع في البقالة في سنهم، فجاءوا واجتمعوا أمامه. وللأسف الشديد هذا يحجم حرية الآخرين. المرأة التي تريد أن تشتري ربما تتراجع، وإذا اشترت ربما تشتري بمقدار خوف أن ينظر الناس إليها. والأسوأ من ذلك الذي يجلس ويعلق في بعض الناس، ما بيجلس بس ساكت. وأسوأ من ذلك الذي يجلس ويتكلم معك بعيونه: جيت خاشي يا عين لك، مارق يا عين لك. يا أخي أنا لو كنت بتاع بقالة ما بخلي زول يقنب جنب بقالتي نهائي، لأنه ده ضد ربحي، بطردهم بخشهم لأنه قعادهم ده بضرك أنت صاحب بقالة، هم أصحابك هاي. لكن الناس في ناس داري يشتروا، لو داري يشيل كيسين بخاف من الناس، إما من عينهم إما من نظراتهم وإما من إشاراتهم وإما من تعليقاتهم. قولوا خامين الدنيا كلها دي. اسأل بتاع البقالة: يا أخي اشتري منك بكم ذاته؟ يقول لي بتاع البقالة: اشتري منك بكم؟ على كده شوف زول. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، التهذيب من الدين، الأخلاق من الدين، الأدب العالي والسلوك الراقي في الشارع العام من الدين. فبالتالي يقنبوا، وبعضهم ينظر إلى النساء الداخلة والمارقة والماشة كأنه يترقب وكأنه يترصد. ولذلك قال: إن كنتم لابد جالسين
فأمر الخلق الأول في الطريق أن تمشي في الطريق باتزان، وأن تكون شخصيتك متزنة، وأن تكون مؤدبا. في الشارع الآن ما تتلفت، خليك محترم، ما تكورك بصوت عالي، واقصد في مشيك طوالي معها في الشارع، واغضض من صوتك. غض الصوت وخفضه يدل على شخصية متزنة محترمة واثقة في نفسه. وإن الذي يرفع صوته في الطريق العام بغير حاجة إما سيء الأدب وإما فاقد الحجة. أي زول بكورك في الشارع، والله في ناس بكورك في الشارع ويقهقهم في الشارع، يضحك بصوت عالي ويقهقه ويعلق تعليقات يسمعها الجيران. والله في بعض الأحياء حدثني بعضهم بأن بعض الشباب يجلس في هذا الحي في ميدان أو تحت عمود بتاع كهرباء أو في مصطبة يتونسون حتى الواحدة فجرا، يضحكون بأعلى الأصوات، وربما بعضهم يغني وبعضهم يصفق. هل هذا سلوك، سلوك مؤمن وطريقة مسلم في طريق عام؟ أوريك حاجة، أنت كان مشيت أوروبا أول حاجة الشارع نظيف، أكلمك الشارع نظيف، وزول بيعمل جوطة في الشارع ما في، الجوطة عندها محلات، الدار يمشي يغني بيغني في محلات، نحن زول ممكن يغني في أي محل بسبب وبلا سبب. يا أخي ممكن الزول يكون عنده سماية يكفي للشارع، يجيب الصيوانات يحفر عديل، تجي سايق عربيتك ولا ماشي تبقى الشارع مقفول تلف هناك، لا تصديق ولا إذن ولا أي حاجة، يكفي للشارع رسمي. خلي يا أخي نحن الواحد كان ماشي في الشارع ده وركشة ركشة بس انقلبت، الأمة كلها تلقى واقفة بلا سبب، ناس شمارات أدو كلها واقفين. في أوروبا زول ما بيخدم ما بقف، بتساعد ساعد، تقعد تجيف تعلق بس يجيفوا كده، يجي واحد تاني يسأله أنا حاصل شنو، والله تعرفش مع أمجاد الغلطان منه، انت مالكم مال احسن، قول الغلطان تعرفش انت بتعمله ده تعمل شنو انت يعني كده، الغلطان منه يقول له ده يعرف اي حاجة يتطقص ويتخبر. والله يا اخواننا حاجة عجيبة، خلاص تلقى لما في الشارع بلا سبب، هو شعور طيب، لكن هل بتشيل؟ هل بتنقذ؟ هل بتسعف؟ هل بتعمل؟ بس تقول كده وقفت. يا أخي منظر زي ده ما بتلقى أصلا في بلاد الكفار، لأنه الزول زمنه مهم جدا، يا يساعد يا يمشي يشتغل شغله. لكن نحن زي ما قلت لك العطالة كاتلانة، العطالة كاتلانة. يا أخي نحن البنتج واحد والبيطلع من المنتج من 20 كلمني مزارع في الجيلي، المزارع ده 3 شهور أنا شفته بتعب تعب، بيمشي الزراعة 6 صباحا بيرجع 9 بالليل يوميا لمدة 3 شهور، أول بوكس شحنه عشان يجيبوا السوق المركزي لاقوا ناس في الطريق عساكر وقفوه شالوا منه حاجة، حاجة اسمها مرور ولا اسمها شنو ما عارف، جاء السوق المركزي جبت على الضرائب وجبت على الزكاة وجبت على المحلية، 5 نفر كلهم دار يشيلوا، قال لهم تاني أنا بجيب لي بوكسي أول وآخر بوكسي، قال لهم الخدار يموت في الوطن، يموت بس يموت كده، ويأكلوا الدود ويفسد وأكلوا ناس الحلة بجانا، تاني بجيب قال لهم البلد زول مزارع بسيط شو فهمه، قال لهم البلد البنتج فيها واحد، انتوا كلكم بتاخذوا مرتبات من الناس البنتجوا بس شغلتكم ناس الهدف، مرتباتهم من وين؟ تلقوا فيه في الطريق العام. انت عارف من الجيلي لحد عبر 6 نقاط فيها ناس الهدف عشان يقلعوا منه القروش. والله مشينا الساعة 4 صباحا لقيناهم واقفين
أربع صباحا عشان يقول لك من الخرطوم لعبرة 7000 العربية الوحدة 7000 البلد ده بتتقدم لأنه ما في إنتاج والبنتج بكره إنه أنتج ذاته يا من يطير من الإنتاج خلاص خليها تمشي كده خليها تمشي كده ويقول لك الميزانية ما غطت ما غطت ليه عارفين الميزانية ما غطت ليه لأنه الإنفاق الحكومي كبير تلفونات وموبايلات وكهرباء ووزراء بغير وزارات البلد ما محتاج الوزراء 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 كلهم لكن بيكون في وزير منتمي لجماعة لطائفة لحزب عملوا اتفاق مع الحزب ده يجيبوا له وزارة مما فيه إلى الصبوة له لكنه وزير بكامل مخصصاته من دم هذا الشعب ومن عرق المنتجين فيه 3 عربات وشنو وموبايل ومرتب عالي في وزراء ما عندهم شغل أصدق مش الصباح المكتب بجنب المكتب ذاته فخر وعنده سكرتير وعنده 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 وما في إنتاج هو ذات ما مفروض يجيبه يا إخواننا حكومة فيها 60 وزير تقريبا ولا كم عارف من وزير لي وزير دولة في وزارة يكون ما بسيطة جدا عندها 3 وزراء وزير ووزير اتحادي ووزيران للدولة بدل ما يعملوا قيمة مضافة رئيس جمهورية موريتانيا خفض جميع رواتب الوزراء وهو على رأسهم الربع خفضوا مرتباته أنا هنا بقتنع أنه في مصداقية ده نموذج لا من الصحابة ولا من السلف الصالح في دولة إفريقية عربية تسمى بدولة موريتانيا دولة موريتانيا دولة الشناقيط جنبنا بيجاي الرئيس اللي انتخبه خفض مشكلة كبيرة جدا الطريق العام وآدابه قال اعطوا الطريق حقه وكأن للطريق حقوق حق عام منه غض البصر لأن البصر خطر هو منبع الخطايا ومصدر الآثام وبه دواعي الشهوة وبه تحريك الفتنة في قلوب الناس فبالتالي من جلس في مجلس عام أو كان في طريق عام عليه أن يتعلم غض البصر ولكن من أسوأ ما في الطرقات الصور التي في الطريق العام صور بنات آخر صورة ناس مباتل جايبين أولاد وبنات مع بعض ولد وبنت ولد وبنت ماسكين بعض كده مشبكين أنا كنت قالوا شفع طلعوا ناس كبار قلت شفع صغار خلوه يتماسكوا ما بطل لكن متماسكين كده والصورة من فوق تشوف ومعلقة طيب في واحد قبل أيام جمع أفراء صورة كبيرة جدا بتاعت وحدة عارية لناس قريبة راجل بكران مشى جاب بوهية طلع فوق لخبط الصورة بالبوهية الشعب يتلم كده ما قلت لك بيتلموا أي حاجة بيتلمون يتلموا كده الناس وقفوا العربات ناس يكبروا وناس يهللوا وناس يقولوا ده الشغل طيب انت من زمان عامل الشغل انت بقى وقت اشتغل انت الكلام ده مش مقتنع به لكن زول نجيب عمل جاوا خواجه عنده تلفون ضرب لي جهة قال لها اتكلم مع جهة شال التلفون ضربوش الخواجه وادى الخواجه شلوت ولحقوا بوهي برضه يمشي يستحمله ببنزين ولا يستحمله مصيبه الزمان يطلع البوهي الفيو ادى الخواجه حبت هناك جوه 2 من الضباط في البيت قالوا له تمشي معانا قال لهم ما عيب عليكم اول حاجه شغلكم انتم انتم المفروض تلخبطوا الصوره دي عملتوا انا ده شغلكم وجايين تسوقوني كمان قالوا والله كلامك حق لكن احنا مامورين قال لهم طيب ما بتسوقوني
أنا عضو في المجلس الوطني وطلع لهم بطاقته وقال لهم عندي حصانة مع السلامة أمشوا. لو كل أعضاء المجلس الوطني بيعملوا كده وبيستعملوا حصانتهم في حاجات زي دي البلد كان مشت على بينة من أمره من أمره. يا أخي ده شو ده؟ الصور العارية تملأ الشوارع العام. يا أخي هذا شارع عام، من حقي أن أحافظ على ديني، من حقي أن لا أنظر إلى صورة عالية. يا أخي تلقى بيت، والله أنا ما أعرف السودانيين دي حصلوا شنو، في واحد قال كلمة أرجو إنها ما تكون صحيحة، قال خرجت من السودان قبل 20 عام، أجمل شيء تركته في السودان الإنسان، ورجعت بعد هذه السنين فوجدت أكثر شيء تغير الإنسان، تغير جدا. بيت تمرق شارع الزلط لابسة بنطلون وقميص بس رابطة شعره، أبوها يقول والله بنتي محشمة حشمة، الله يديك العافية يا بنتي، يقول لها يا السلام عليك يا بنتي، يقول لا بنتك عريانة، يقول عريانة عريانة وين، يقول عريانة وين، الحجاب عند الناس طريحة بس خدتها فوق الراس، ده حجاب، الحجاب سموه حجاب لأنه بيحجب، يحجب الشيء ما بيحجب الراجل من المرأة، ما حجاب، سموه حجاب لأنه يحجب، يحجب يعني يمنع نظر الرجل إلى المرأة. لكن دي انت كان ما داير تعاين لها بتعاين لها. للأسف الشديد غض البصري وهو دلالة على سلامة المجتمع وعفته ونقائه. قال قلنا أول شيء يمشون على الأرض هونا ولا تمشي في الأرض مرحا، يغضون أصواتهم في الطرقات، يغضون أبصارهم، غض البصري، وكف الأذى. روى الإمام مسلم في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام إنه كان في من كان قبلكم رجل وجد شجرة تؤذي الناس في الطريق فقطعها فأدخله الله الجنة. وفي رواية إماطة الأذى عن الطريق صدقة، فكف الأذى في الطريق بنظافته. انظر إلى هذه الصورة، زول راكب عربية بشرب في قارورة بتاعت موية انتهى بالشباك رماها، هل ده السلوك بتاع مسلم؟ ما الناس بتخيلوا انه السلوك ده بس في الجامع، تفهم خاطئ جدا. هل ده سلوك بتاع مسلم؟ يرمي الكوب النايب الشارع بالنايب والعربية ماشى يرميه في شارع الزلط، يأكل في سندويتش، كمل السندويتش الجريدة اللي في بها سندويتش يفكها بالشارع. إذا كان من أماط الأذى عن الطريق ثوابه جنة، الجنة. وفي رواية البخاري فلقي الله فغفر له ذلك، لقي الله لأنه أماط الأذى عن الطريق. وعند البخاري في الأدب المفرد قال عليه الصلاة والسلام يعدد أبواب الحسنات والصدقات، قال تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإماطتك الأذى عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. حتى عدد عليه الصلاة والسلام ألوانا من الصدقات، وإرشادك الرجل في أرض الضلال يعني ضل الطريق وتاه وأرشدته لك صدقة. قيم، قيم عجيبة جدا، والله حق لنا أن نفاخر بها، وحق لنا أن نعلو بها على أوروبا وأمريكا والعالم والدنيا كلها. لأنه قال وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، كل ذلك عده النبي عليه الصلاة والسلام من الصدقات. قال أبو برزة الأسلمي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن خير أفعله وعمل وعن عمل أنتفع به، قال اعزل الشر عن طريق المسلمين، اعزل الشر. تخيل ناس يكبوا موية الحمام في الشارع، يشيلوا لها كبها في الشارع، يتفقها في الشارع، ما شارع أقول لك، تلقى الشوارع كلها محفرة، تخش شارع، تخش منطقة، الشوارع تلقاها كلها محفرة. يا أخي معقول دي كل شوارع مسلمين؟ يا ناس انتوا طبعا بيكون في ناس مستغربين، يقول لك الليلة زودة جاب موضوع، ساعته موضوع
يعني كفنا مستغربين ذاته. يقول هذا موضوع شنو؟ نعم أقول بأن هذا الموضوع قل أن يقال على المنابر مع أهميته، لأنه إن كان شيء صغير لكنه يدل على حضارة ويدل على رقي ويدل على وعي في الأمة. تبدأ زول تخيل، تخيل يدفق الموية بتاعت الحمام، يدفقها في الشارع يكشح، بس أي قلب يكشح جنب بيته، الشوارع محفرة، الخريف يجي ما يديك الدرب، الشوارع تتعطل والحركة تتعطل، بس رشت موية من السماء فيها رحمة للعباد، والله أي حاجة البلد البرجة كلها. يا ناس اعزل الشر عن طريق المسلمين، فإذا كان من عزل الشر له أجر، فكيف بمن تعمد وضع الأذى؟ كيف بمن تعمد وضع الأذى؟ الأذى لا يوضع في طريق الناس، وإلا قال عليه الصلاة والسلام من وضع الأذى في طريق المسلمين فقد استوجب لعنتهم. كان قالوا الله يلعنك والعمل كده، وقال اتقوا اللعانين. قالوا ومن لعاناني؟ قال التخلي، التغوط والبول في طريق المسلمين وظلهم، كما قال عليه الصلاة والسلام. يا أخي مسجد عنده أدب، في أحاديث ده أدب، ده أدب في الطريق وضع الأذى. وأسوأ الأذى الأذى المعنوي والإفساد وتعويد المسلمين المنكرات. بنت ولد ماشي مع بعض عادي جدا، ماسكة من يده عادي خالص، زول بيتكلم ما فيه، كان اتكلمت أنا شكلك أنت، يقول لك أمكن مرته، طيب قول مرته، مع أنه شكلهم كده صغار لكن قول مرته. هل زول بيجوز له يمسك مرته في الشارع كده من الأخلاق؟ مرتك حلالك بتمسكها من يدها كده في الشارع؟ والله إلا يكون عرسان جداد، بس أنت شوف أي زول تلقى ماسك مرته ده، ده لسه ما فكر، خليه يعيش أيامه الحلوة دي أصو كلها أسبوعين ثلاثة بس، تاني بعد ده والله لا سوقه ولا يمسك ذاته من إذا، والله الله أعلم في البيت ما يمسك تاني من إذا، خليه في الشارع كويس خليه يمسكه. لكن العريس ظاهر حنته محنن، هي ظاهرة، لكن الناس في زول بيمسك له مرته في الشارع، مرتك بجوزك تمسكها في الشارع حلال يعني؟ قول مرتك بتمسكها في الشارع، ما يا أخي ما في ذوق، كيف تستفز الناس؟ والله عادي جدا، بنشوف شباب نحن ذاته بنشوفهم يتكلم ماسكه من يده عادي، من يده في الطريق العام، في الطريق العام. والله اخشى ان ياتي علينا زمان الفواحش تكون في الطريق العام، كما جاء في الحديث ان من اشراط الساعه ان يتسافد الناس في الطرقات تسافد الحمر، حتى يكون اعقل من في زمانهم من يقول للرجل وهو يفعل الفاحشة في قارعة الطريق هلا نحيتها قليلا؟ يقول له معلش ده الشارع بس للركن، خلينا احنا نمشي، افتح لنا الشارع. يقول له لا يشافه ولا يضربه. قال هذا في منزلة أبي بكر وعمر فيكم، قال الصحابة اللي بيعمل كده في الزمن ذاك زي أبو بكر الصديق وعمر في الصحابة، مكانته عالية. أخشى أن يأتي علينا زمان مثل هذا إذا لم ننكر المنكر. أخوانا منكر قدام عيننا، الشيء بسيط يا ولدي، إذا رأيك كبير ما لك ماسك كده. يقول لك مرتي أختي، برضو أختك ومرتك ما تعرض للريبة، ما تعرض للتهم، ما تعرض نفسك فقد استبرأ لدينه وعرضه، استبرئ لدينك ولعرضك. إذا لقيت زول ماشي كده قول له غلط يا ولدي كده ما صح، لو لقيت بنت عريانة قول له يا بنتي احتشمي أنت تمشي النار، يا بنتي ألبسي كويس كده، بكلام جميل وبعبارة طيبة. لو أن كل مسلم كان إيجابيا ولم نتقوقع في سلبيتنا لكان أمرنا أفضل وأجمل مما يكون. إذن كيف برجل يضع الأذى في طريق المسلمين العام؟ يا أخواننا في واحد حكى لي، قال لي مشينا الصين، بعدين قال لي أنا وصحبي بنشرب في الموية، رمينا القارورة، قال لي في صيني جمي هناك ماشي شال القارورة مش أخذتها في المحل المحدد للقمامات رماها. قال لي قلت له ده أدانا درس ولا تكلم كلمة ولا كلمة، لا قال لهم غلطانين ناس غربة في بلده، لا قال لهم ده شنو ده، لا قال لهم انتوا حالتكم عاملين فيها مسلمين بيدقونكم، ما قال له أي حد، مشانا خدتها في محل القمامة بس كويس عادي جدا. نزول يرمي في الشارع، يرمي في الشارع. للأسف الشديد
النهضة تبدأ من الإنسان، النهضة تبدأ بإصلاح النفس، ولا نهضة إلا بإصلاح أنفسنا وأن نأخذ بديننا أخذا جادا. أسأل الله تعالى يتقبل منا وإياكم أجمعين، ويوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقال عليه الصلاة والسلام: كف الأذى ورد السلام. ولأن السلام له فعله في إزالة الإحن وإشاعة المحبة ونشر الألفة وتطهير القلوب، ما الله به عليم. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، وإنك أحيانا قد تسلم على بعض الناس لأنك لا تعرفهم فلا يردون عليك السلام لذهولهم عما أنت فيه. قل ده ما له، ده كان سلمت عليه ببرد أو بيستغرب، يقول لك أنا بعرفك، شفتك وين يا أخي؟ لا شفتني ولا تلاقينا ولا في الحلم، لكن ده أسلم عليك يخفشني. السلام ابتداء وردا، تبتدي وترد، هذه علامة التحضر بالمناسبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: وميزاننا للتحضر ليس أوروبا، إنما قول النبي عليه الصلاة والسلام. ولكني أقول قول النبي وأقارن بين مجتمعات في أوروبا ومجتمعات المسلمين، فأجد أن بعض الناس في أوروبا أخذ، لم يأتي بهذا من عنده، إنما أخذ هذا من نبينا أو توصل لهذا عن طريق التجربة، فوجد أن هذا أفضل ما وصل إليه العقل والنتاج البشري، أفضل ما وصل إليه رد السلام. وهي عبارات لطيفة فيها دلالة على أن الناس في وئام وأن المجتمع متماسك. وجماع ذلك كله، قال عليه الصلاة والسلام: وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. هذه عبارة جامعة لكل خير يحصل. تأمل من يجلسون في الشباب بالذات أمام البيوت، تحت عمدان الكهرباء، أمام البقالات، في تجمعات، في الأسواق، ينظرون إلى الداخل والخارج حتى يحيروا، تلقوا كلهم بعينوا لك، تقول في شنو انتم شغالين بالناس كده ليه؟ في شنو يا اخواننا دول بيشتغل بالتاني كده ليه؟ يحيروا لك. وأسوأ من ذلك أن تكون هذه المجالس مرتعا خصبا للتعليقات والهمز واللمز والنظرات والإشارات، وأحيانا بعض الأقوال النابئة الرديئة المسقطة للمروءة المذهبة للحياء القاتلة للدين في النساء، تعليقات يعلق في مرة خاشة ممكن يسمعوها، التعليقات فينا ساقطين جدا، ساقطين شديد، ممكن مرتع خاص للغيبة والكلام في الناس، مجالس ما فيها فائدة. ولذلك من جلس مجلسا ولم يذكر اسم الله أيما قوم جلسوا مجلسا، والحديث عند أبي داود والترمذي وصححه الألباني، أيما قوم جلسوا مجلسا ولم يذكروا الله فيه إلا كقوم جلسوا على جيفة حمار وقاموا، قعدوا في فطيسة بتاعت حمار أكلوا قاموا. فطيسة بتاعت حمار أريت له فطيسة فيها فائدة ذاته، فطيسة حمار ما تجنب كويس، ولو جنبت ما في كل الأوقات، وأن لا تستغرقك، وأن تجلس مجلس تعين فيه المحتاج، تساعد فيه المسكين، تغيث فيه الملهوف، تغط فيه البصر. أخواننا غض البصر ده في الشوارع مهم جدا، وخاصة في الناس اللي قاعدين في محلة واحدة، لأنه يكونوا قاعدين كده بس بعينه يعين كده، في ناس لو ما علقوا أخير يعلقوا عينهم ده ساكت، أنت تعايل له تلقى بس بيحيلك دار ياخلك، بس تقول أنت راجل خلي نسوان بس يعينوا لك، في شنو متعاين مالك؟ والله تستغرب يا أخي، هذه قيم عجيبة جدا جدا. نختم بأدب في الطريق، كان من هديه عليه الصلاة والسلام
أنه لا يقصد المزاحمة ولا يسيء الممازحة. لا يقصد المزاحمة، ما بيمشي محل الزحمة، ما بيقصد إلا الزحمة تجي، لكنه يمشي محل الزحمة ما بيمشي. ولا يسيء الممازحة، يعني لما يمازح زول، في زول داري يعمل نفسه دمه خفيف بيهزر، يهزر كثير، يا من الهزار بتاعه ذاته مسيخ، يجي يهزر معاك يسيئك إساءة، ولأن عقله ضعيف وفهمه قليل يقول لي يا أخي أنت ما أسيته، يقول ما في حاجة أنا ما قاصد، يقول كده خير، حتى يمازح ما بيدر، لا يحسن الممازحة. كان عليه الصلاة والسلام لا يقصد المزاحمة ولا يسيء الممازحة. لما يمازح لا يسيء، ممكن تجي تنبي زول وتقول له أنا بهزر معك، تهزر معه تسيء، تهزر معه تسيء، ما تهزر يا أخي يزار، معقول يا أخي في زول بيهزر مع راجل قد ربه ويسيء وإساءة؟ والله يا من أنت سدد ضدك تقوم جاري، بس تقوم جاري، ما تقدر تجيب ذاته قد ربه، والله ما يعرف صغير لا كبير، لا وقت الممازحة. طيب لما نجي في الطرقات، تحشف الناس لما يقودوا السيارة في الطريق العام، لما عنده آداب، أول حاجة في نوع من الناس بيكون الشارع حقه، لو شافه ده تخش بيزيد السرعة، ده سلوك غير طيب. إذا لم نتعلم الإيثار، تعرفوا الإيثار؟ ويؤثرون على أنفسهم في أبسط الأدبيات في الطريق، قيادة السيارة نوع ما بيرضى يمشي بسرعة، والعكس واحد يلقى العربية قريبة يخش وما يعتذر ولا يقول لك معلش، وذاك بوراه يضرب له البوري، يخط يده في البوري، يدوس البوري، يا من ذي الدنيا دي كلها يا أخي، ما خلاص خشة ده تعمل شنو. حتى قال قائلهم، قال الشارع ده الشيء الوحيد اللي كان شاله منك تاني بيرجع، خلاص الشارع حقك، الخشة قدامك ده تاني ما تخليه يخش، قال لأنه كان راح منك تاني ما بتلقاه. يا إخواننا بأدب، تحشوف ناس الحفلات يجي في نص الشارع يشيل له راكب ما بيطلع لأنه ما عنده وقت، تخيل كان طلع وذا الأدب وفتح الطريق، ده ما أذى يا أخي، وقال لك يا أخي ما تؤذي المسلمين، أذاهم. لو طلع بقت الحفلات بيفوتوه ويمشوا النمر قباله، أو ما بيقدر يخش الشارع تاني، يشيل الناس وينزلهم في نص الشارع. ده مع أنه أنا ما بحب ناس الحركة يغرموا زول، لكن ده حبوا يغرموا مليون ويقلع منه رخصته ويدخلوا السجن ذاته. تعال الناس ماشيين في شارع واحد، لما الشارع يتملي تلقى ناس يجوا بيجاي وناس يجوا بيجاي، الاتجاه الواحد بيقبل أربع اتجاهات، أربع صفوف، وبعد ذلك كل ذول بيجي خاشي في الشارع الأصلي، وتلقى الزحمة والتكدس، صور الإساءات في الشارع، واحد تلقى سايق يطلع راسه بالشباك ينبذ الزول، ينبذه ويشاكله، وذاك ينبذه، طبعا ما بيجيفه في الكبر، يقول تتنابذوا ماشين الموضوع انتهى خلاص، تاني إلا تلاقوا يوم القيامة إن شاء الله، يقول لك نبست مالو ونبزك مالو، يجيبوكم بعد، لكن بيجيبوكم في الدنيا، ممكن ما يجيبوكم لكن في القيامة بيجيبوكم. شفت أي زول نبسته تاني ما شفته أنت، نبسته تاني ما شفته، بيجيبوا لك يوم القيامة، يقول لك أنت نبسته مالك الزول ده، أنت قال الشدة بيضوع ساكت. آداب مهمة جدا حتى في أثناء سيرنا في هذا الطريق، لندلل على رقينا، وهذا عنوان حضارتنا، ويكفينا لو أن أخذنا بأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم التي فيها كل خير. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق
فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسيء الأخلاق يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسيء الأخلاق يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسيء الأخلاق يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم كما حسنت خلقنا حسن خلقنا يا رب العالمين. اللهم كما حسنت خلقنا حسن خلقنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.